رجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم النهارده فقرتنا اوبن. النهارده هنجاوب على كل الاسئله اللي بتيجي كتير جدا للبروجرام. ناس عندها مشاكل كتير جدا في بشرتها، هالات سودا، ترهلات، تصبغات، مشاكل في الشعر. هنجاوب على كل الاسئله اللي طول النهار اكيد بتسالوها وعايزين اجابات ليها. ضيفتي النهارده هي دكتور رشا حامد، استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك. طبعا يا دكتور احنا يعني اكيد انت بتتهري اسئله عندي وعندي وعندي وعندي، والمشكله ان الناس كلها يا دكتور بتبقى عايزه الحل في ثانيه. صح. الحمد لله التقنيات الجديده وصلتنا شويه ان ممكن تتحل يعني نوعا ما. خلينا نبدا كده من الاسئله اللي جت من اميره. هي بتقول انا بنت عملت رجيم والنتيجه حصل لي شويه تجاعيد في اماكن مختلفه في بشرتي، فازاي اعالج؟ هي واضح مش كاتبه سنها، بس واضح انها بتقول لي انا بنوته يعني صغيره. واضح. هي بنوته وقايله تجاعيد. فطبعا هي تجاعيد انواع كتير. اكيد هي ما تقصدش تجاعيد الجبهه ولا كده، اكيد بتقصد تجاعيد من نوع تاني. وعشان هي سنها صغير فمن المتوقع ان تكون التجاعيد اللي هم خطين الابتسامه اللي اول حاجه اللي حوالين الفم. في السن الصغيره دي الظريف ان الجلد بيبقى لسه محتفظ بمرونته. اوكي. فالترهل او التجاعيد ما بتبقاش بالقوه الكبيره، فبتتعالج بشكل يعني بسيط جدا بفيلر خفيف في الخدود. لما بيتحط الفيلر في الخد في مكان محدد بطريقه معينه بيرفع شويه الخد وبيرفع كمان خطين الابتسامه، ولو احتاجنا ان احنا نزود شويه صغيرين في خطين الابتسامه بنعمله. ما كنت لسه اسالك يا دكتور، زمان دايما الخطين دول كانوا بيحقنوا الخطوط ذات نفسها، دلوقتي تكنيك اتغير؟ اتغير جدا، لان احيانا لو بدانا بدول بس وسيبنا دول تلاقي المنطقه دي طلعت لقدام بقت شكلها اوحش والخدود واقعه لجوه. اوكي. فاحنا بنبدا بشكل عكسي. يعني احنا دي مثلا الصوره دي لسن صغير، فاحنا بنتوقع ان الحاله بالشكل ده، ده سن صغير. أوكي. فمجرد ان احنا بنرفع الخد شويه صغيرين بالفيلر وممكن نحط تاتش صغير في الخطين الابتسامه بتتظبط بسرعه جدا. ودي ممكن تفضل معاها قد ايه يا دكتور؟ يعني الفيلر دايما بيقعد من حوالي من 9 شهور ل 12 شهر لسنه. ودايما السؤال التقليدي، بعد ما الفيلر هيروح هوحش؟ اكيد بتسمعي السؤال ده طبعا، وبيبقوا خايفين جدا ان يرجعوا اوحش من الاول. لا خالص، لا. دي مش حقيقه. هو الفيلر لما نتيجته بتروح فهي بتبقى حابه انها تكرره لان نتيجته كويسه. لكن هو من حاجات الظريفه ان هو بيحسن كمان نوعيه الجلد. طيب عندنا من شيماء. شيماء بتقولي بعد الولاده عندي بقع غامقه في اماكن مختلفه وكمان ستريتش ماركس. ده الحاجه التقليديه بعد الولاده. اوكي. بالنسبه للبقع اللي بتظهر بعد الولاده، طبعا هي بتظهر بقع في الوش، ودي بنسميها الميلاسما او الكلف، كلف الحمل، وده بيبقى له علاقه شويه بالتغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في الجسم. بيبقى دايما توزيعتها يعني احنا زي ما احنا شايفين في الصوره، عندنا في منطقه الجبهه وفي الخدين والانف وكمان في الجزء اللي هو الابر ليب ده بيبقى فيه. الحقيقه ان احنا في فتره الحمل بيبقى عندنا ريستراكشن شويه في العلاج. بيبقى عندنا ايه؟ يعني بنبقى مش يعني بنبقى في حاجات محدده نقدر نعملها وما بنقدرش نعمل كل حاجه. اوكي. فمثلا فتره الحمل بنستخدم اهم حاجه ان احنا نقول لها نستخدم الواقي من الشمس بشكل مستمر. أوكي. علشان الموضوع ما يزيدش، وكريمات من نوع معين، في كريمات بتبقى ممنوعه في الحمل. أوكي. وبعد ما بتخلص فتره الحمل بيبقى عندنا حريه في العلاج. أوكي. يعني مثلا ممكن بنستخدم ماسكات التفتيح اللي هو ماسك الميلانين كنترول سيستم، الحقيقه ده انا بفضله عن احماض الفواكه. أوكي. بنشيل بيه الطبقه الخارجيه من الجلد، بنعمل نوع من انواع التقشير السطحي وفي نفس الوقت بنفتح الجلد. ميزته ان هو بيبقى امن جدا، بنقدر بنعمله، ممكن بنستنى شهر كامل ونشوف النتيجه احنا هنحتاج نقرر بعد شهر ولا لا، وفي النص بنستخدم برضو كريمات التفتيح. دكتور ده بعد الولاده تعمله على طول؟ بعد الولاده. بعد الولاده بنقدر نعمل حاجات زي كده. طب دكتور دلوقتي في ناس عارفه بتبقى بعد الولاده ملبوخه في طبعا في البيبي وكده، هل كل ما تستنى الحاله هتوحش؟ لا هي مش هتوحش. لا مش هتوحش ولا حاجه، بس هي بيبقوا متضايقين شويه من الالوان اللي بتتحسن شويه هي في الوش. هي الحقيقه قالت ان حصل لها نوع من انواع التصبغات في الجسم، فبيبقى في الوش وفي كمان في الجسم برضو شويه تصبغات. بتتعامل ازاي؟ بنتعامل برضو بنفس الطريقه، بنتعامل بكريمات التفتيح وبالماسكات، بس هنا بنستخدم الماسكات بطريقه مختلفه شويه. يعني مثلا احنا بنضيف الماسك للوش بنسيبه من 8 ل 10 ساعات وبعد كده بتغسله وبنفهمها بتعمل ايه بالظبط. على الجسم لا، الوقت بيبقى مختلف، التركيز بيبقى مختلف، عدد طبقات او كميه الكريم او الماسك اللي بنحطها بتبقى مختلفه، وبعد كده لازم بنكمل بالكريمات في النص، كريمات التفتيح.
طب دكتور عايز اسالك سؤال دلوقتي، هل احنا معرضين عشان بشرتنا خمريه للبيجمنتيشن اكتر من البيض؟ طبعا. ليه؟ لان احنا عندنا بتبقى يعني خلايا الميلانين عندنا بتبقى اكتف، اللي هي الخلايا اللي بتنتج الماده الصبغيه. أوكي. او اللون في جلدنا بيبقى نشط جدا. الحاجه الثانيه طبيعه الشمس بتاعتنا، احنا أوكي. عندنا شمس قويه شويه، فبرضه بتعمل نوع من انواع الاكتيفيشن او يعني تنشيط للخلايا دي، فبتنتج طبعا بشكل كبير جدا. ومفيش حل وقت الحمل ان انا اتجنب ده، حاجه انا وحظي، مفيش حاجه اقدر اعملها غير الصن بلوك، لكن مفيش حاجه اقدر اعملها ان انا امنع إن لا أمنع. ده صعب، لان هي هرمون. يعني هي هرمون يعني. لكن ان انا اكنترول، لان هو الصبغه موجوده بس الشمس بتزود الاكتيفيتي بتاعتها. طب هي بعت كمان ستريتش ماركس، هي طبعا ظهر لها خلاص ستريتش ماركس. ستريتش ماركس كل ما بنلحقها بدري كل ما يعني النتيجه بتبقى لطيفه في العلاج. يعني ايه بدري؟ يعني لسه بيبقى لونها احمر، ما تكونش دخلت على الابيض. علاجها الحقيقه عندنا علاجات كتير قوي. عندنا مثلا حاجه زي الكاربوكسي. الكاربوكسي ده هو عباره عن جهاز بنحقن بيه غاز ثاني اكسيد الكربون. الفكره هنا ان انا بحفز الجسم، لما بدخل ثاني اكسيد الكربون بحفز الجسم انه يجيب لي اكسجين، فبحفز الدوره الدمويه، والاكسجين بيجي كتير، يعني نوع الدم بيجي كمان بكميات كبيره، زي عاوز يعمل غسيل للاكسجين الموجود ده، فبيحسن جدا من الدم اللي رايح للمكان، وبيحسن كمان من انتاج الكولاجين. دي طريقه. طريقه كمان ممكن نستخدم المايكرو نيدلينج اللي هي في جهاز الدرما بان. أوكي. اللي هي الابر الرفيعه دي، بندخل بعمق معين بنحدده باستخدام الجهاز ده، بيبقى الهدف منه تنشيط ميكانيكي لانتاج الكولاجين في اماكن الاستريتش ماركس. طب دكتور ستريتش ماركس يا جماعه هي طبعا خطوط البيضة اللي بتظهر. طب دكتور قولي حاجه، هل ينفع اعمل ده؟ يعني الخطوط الحمراء دي هتظهر وانا حامل، هل ينفع الحقها وانا حامل ولا في كريمات الحقيقه موجوده بتساعد شويه في ان احنا نقلل ظهور الستريتش ماركس؟ لكن طبعا ما بقدرش ندخل احنا اي حاجه، احنا الحقيقه في الحمل في الحمل يعني صعب، مش عاوزين ندخل. طيب سؤال، لو اللي حضرتك قلتي عليه ده وهي حمراء ولا ممكن كمان وهي حمراء؟ طب ولو بيضة؟ لا النتيجه ما تبقاش جيده قوي. برضو الفراكشن الليزر على فكره له دور في علاج الستريتش. هو احنا ما نتخنش في الحمل احسن. ده هو ده هنتجنب حاجه يعني ونخلص حاجه صعبه، موازنه صعبه صح. طيب اماني برضو بتقول لي حصل لي ترهلات في الخدود رغم اني عندي 45 سنه ومش عارفه ليه حصل الترهلات دي وعالجها ازاي. هو الترهلات اللي بتحصل في سن 45 سنة دي مختلفة عن اللي كانت اللي صغيرة، لأن احنا في 45 سنة احنا بدأنا يحصل عندنا تغيرات على مستوى الوش كله. صح. بداية من العظم. أوكي. يعني العظم بيحصل نوع من أنواع الشرينكج، يعني حجمه بيقل، فبيبقى ده السكيلتون اللي شايل كل الطبقات الخارجية اللي عليه، والعضلات كمان بتتغير. الدهون، بنفقد دهون حتى لو ما فقدناش وزن. يعني في وشنا لو ما فقدناش وزن واحنا بنكبر بنفقد دهون. الجلد كمان مرونته بتتغير، فيبدا يحصل فيه ترهلات. ترهلات الصوره دي، بس الصوره دي سن اكبر من دي. ايوه دي اكبر شويه. دي نوع الترهلات اللي بيحصل في الكبر، ان احنا زي ما قلنا بنفقد دهون، فالخدود كمان واقعه والجلد المرونه بتاعته بتقل. هنا بنعمل بقى الحقيقه الخيوط، بنلجا ليها في السن حتى الاكبر شويه. 45 سنه الخيوط، لان مهما نعمل بفيلر او وات ايفر احنا بنشد الدنيا شويه، لكن برده ما بتديش الشده اللي هي عاوزاها، هي عايزه تخلص من الترهلات اللي حصلت دي. الخيوط هنا بيبقى لها دور احسن كتير جدا من الموضوع. طب هنا برده ده سن كبير. هنا بعد الخيوط ممكن بقى نضيف الفيلر. اوكي. لو احتاجنا، لان طبعا الوش بيبقى الخدود ما فيهاش دهون كتير. هنا معمول خيوط وفيلر؟ هنا خيوط وفيلر. بعد الخيوط ممكن يعني نعمل تاتش الفيلر بعد الخيوط. طب دكتور هي فعلا شكلها يعني صغر 10 سنين بصراحه. طبعا بالتاكيد. طب عايز اسالك حاجه، الخيوط بتدوم معانا قد ايه؟ من سنه ونص لسنتين. من سنه ونص في حدود سنتين. لا الشكل ده يستاهل بصراحه يعني. طيب شيرين، مشكله بقى مصر كلها يا دكتور الهالات السوداء. بس شيرين عندها مشكلتين، الهالات السوداء وكمان الجفن العلوي داخل لجوه. ازاي عليك دي؟ خلينا في الهالات السوداء الاول، ان دي مشكله، مش بس دي مشكله ناس صغيرين. دي حقيقه. ايه بقى يا دكتور؟ هي الهالات السوداء اسبابها كتير جدا. جدا. ومشكله زي ما انت بتقولي كمان، وبنشوفها كتير كمان. وعلاجها يعني دمه تقيل شويه. هي لها اسباب كتير، يعني احيانا تلاقي عنصر وراثي، تلاقي العيله كلها عندها موضوع الهالات السوداء. تلاقي كمان احد الاسباب ان الصبغه في المكان ده زياده شويه. ممكن لو التهاب ويخلي فيه رابنج، يعني احنا نقعد ندعك المكان ده، يسبب هالات سوداء. الجلد لو رقيق شويه بيبين الاوعيه الدمويه اللي تحتيه، فيبان لونها ازرق.
وطبعا زياده بقى اللي هي قالتها قصه التجويف، ان لو التجويف حوالين تحت العين التجويف عميق شويه فيدينا ان يعني بيدينا زي شادو كده زي ظل. فطبعا كل حاجه من دي لها علاج مختلف. يعني لو اتكلمنا مثلا عن اللون، اللون الغامق، فهنا بنستخدم برضو ماسكات التفتيح، ولازم بنعيد تاني ان احنا بنستخدم الماسك بتركيز مختلف شويه عن بقيه الوش. الماسكات دي سوري بدون مقاطعه كلام يا دكتور، عندك ولا انت بيروحوا لك وبعد كده بتديها لهم يعملوها في البيت؟ لا انا ما بديش حاجات في البيت غير كريمات تفتيح. لان الحاجات دي لو تم استخدامها بشكل خاطئ بتسبب مشاكل كبيره جدا، وده حصل على فكره كتير يعني. حد بيحاول يجيبها بيحصل فيه منها مشكله. فبنحطها بتركيز معين برضو لمده عدد ساعات معينه، وبعد كده بتتغسل، وممكن نكررها تاني، وفي النص في كريمات للتفتيح وكريمات التجميل بيبقى لها دور. أوكي. لو جينا مثلا لقصه ان الجلد تحت العين رقيق، طيب انا عايزه ازود سمك الجلد، في وسائل كتير، منها مثلا احنا بنستخدم برضو المايكرو نيدلينج. فكره المايكرو نيدل هنا هو بيحسن الكولاجين فبيزود سمك الجلد. أوكي. ولو استخدمنا البلازما بتدي نتائج ممتازه. أوكي. انها بتزود سمك الجلد وبتشده، وكمان لو في شويه تجاعيد بتحسنهم، فلها دور حلو قوي. اخر بقى حاجه اللي هي قالت عليها اللي هي الجروف اللي موجود او ده بيتعالج بالفيلر. بالفيلر ونفس القصه برده تحت العين مكان حساس جدا، فبنستخدم فيلر بتركيز خاص وبتكنيك معين. مجرد ما بنملى الجروف ده احنا بنمنع الشادو جدا جدا. في ناس ممكن ما بيبقاش عندهم هالات جامده، بس فعلا مجرد ما بنحسن هي عموما مشكله يا دكتور. اكيد بص يا دكتور، كل يوم زي ما احنا قلنا التجميل في تقدم، فاكيد هنوصل لحاجه إن شاء توديها 100%. اكيد. محمد بقى، محمد بيقول لي يا دكتور شعري خفيف جدا وخايف انه يصلع، ازاي ممكن شعري يتقل واحافظ على اني ما يحصليش صلع؟ اوكي، هو يعني خايف ان يصلع، فواضح ان محمد يعني عنده محمد من انتك شويه، بس كويس والله انه متداوم. لا لا لا، احنا عارفين ان موضوع ان سقوط الشعر ده انواع كتير، فغالبا محمد بيسال عن تساقط الشعر الوراثي. طبعا هنا بيبقى في عندنا عنصر وراثي، ان الشعرايه بتبقى حساسه شويه زياده لهرمون موجود عند يعني كل الرجاله، بس ليه في بعض الرجاله بتصلع ورجاله لا؟ لان الشعره هنا عند زي محمد بتبقى حساسه جدا، فبتقع بسرعه. بتقع ليه؟ لان المفروض ان الشعرايه لها دوره نمو، فدوره النمو بتاعتها، فتره النمو بتاعتها في الناس العاديين من سنتين لست سنين، في بعض الحالات بقى طالع الوراثي بتبقى شهور. اوكي. فالحاجه الثانيه ان الشعرايه كمان سمكها بيقل. طب يعمل ايه؟ الحقيقه احنا عندنا عنصر وراثي مش هنقدر نتحكم فيه، لكن احنا نقدر نطول عمر الشعرايه. أوكي. بدل ما تبقى شهور لا نخليها سنين. أوكي. ده ازاي؟ عندنا ادويه لازم يستخدمها في البيت بنوصف. الادويه دي بتشتغل على الموضوع ده، بتغذي الشعرايه. في ادويه كمان بتزود يعني بتعمل تمدد في الاوعيه الدمويه، فبتزود البلاد والدم اللي رايح للمكان ده. بس بنعرف محمد حاجه، انك وانس بدات علاج الصلع الوراثي لازم تبقى عارف انك هتكمل عليه على طول. ليه؟ لان لو وقفه هنرجع تاني نقطه الصفر. اوكي. بس احنا ممكن بنعمل حاجه كويسه، يعني مثلا بنقول احنا بنستخدمه مرتين في اليوم لمده 6 شهور. ده عباره عن ايه؟ لوشن ولا لوشن؟ زي لوشنات كلها بتبقى. أوكي. سبراي للشعر. بيتحط بطريقه معينه وبنبقى بنعرفهم ازاي، بتتحط مرتين لمده 6 شهور، وممكن بعد كده نخليها مره بس يعني هنستمر عليها. في بقى عندنا حاجات كتير جدا بنساعد بيها، ان احنا مثلا بنعمل حقن البلازما في فروه الراس. البلازما زي ما احنا عارفين يعني لها دور حلو قوي، فيها معاملات النمو، فبتنمي او بتحفز نمو الشعرايه في المكان ده. في برضو جلسات الميزوثيرابي اللي احنا بنستخدم فيتامينز ومواد معينه لتحفيز نمو الشعر في المكان ده. ده مع العلاج اللي في البيت. طب دكتور سؤال، ده في حاله محمد بس لازم يكون البصيلات حي، يعني البصيلات اللي ماتت ممكن تقوم تاني؟ لا، ما هو محمد بيقول ان شعره بيخف وخايف يدخل في صلع. لا طبعا مش هيجي لي خلاص. لا وقع. مش هيجي. لكن احنا بنحاول البصيلات الحيه ان احنا نقويها. احنا على فكره كل اللي بنعمله في حاله زي حاله محمد ان احنا بندلاي، احنا بنأخر القصه وبنسبورت. انت بتعملي سبورت للشعرايه، بتطولي عمر الشعر فتره النمو. اوكي. طيب كريم برضو بيقول لي انه عنده 25 سنه وبيقول ان وشه فيه اثر حبوب جامده، يتعالج منها ازاي؟ برضو دي بحس ان هي من اوحش، انا بشوف يا دكتور اوحش حاجه في البشره اثر الحبوب. ما علشان كده علشان كده قبل ما نتكلم نفوق. قبل ما نتكلم عن الاثر يا جماعه نفوق. حب الشباب، في ناس بتتعامل مع حب الشباب ان هو حاجه فسيولوجيه بقى وخلاص وهتروح لوحدها صح. الحقيقه ده لا،
احنا مجرد ما يظهر عندنا لازم، وبتبقى علاجها اسهل كتير في المراحل، اسهل كتير. بس المنتاليتي دي ما زالت موجوده يا دكتور. امهات هي بمرحله هو هيروح لوحده، لازم نفوق يا جماعه، مش هيروح دي. واكيد في حالات ممكن تروح صدفه، لكن الاغلبيه مش احنا هروح. بنخاف شويه من قصه اثار حب الشباب دي، ولها علامات على فكره يعني ان ايه، في بعض الناس بنبقى عارفين ان هم هيسيبوا اثر، لو حد من اخواته في البيت او باباه او مامته عنده اثر، فهو بيبقى عرضه اكتر من غيره. لو هو من النوع اللي لما بيحصل له اي سكراتش خفيف او اي جرح خفيف بيسيب اثر في جسمه، برضه حب الشباب هيسيب اثر زيه زي غيره. نتكلم عن محمد. هو عنده اثار حب الشباب، فطيب هنعالجها ازاي؟ بالنسبه لمحمد احنا او اثار حب الشباب عندنا وسائل كتير جدا. عندنا مثلا فراكشنال ليزر اللي هو منتشر ومعروف، من حاجات يعني هنا دي اثار حب شباب وبعد العلاج. فراكشنال ليزر وهنا بنعمل مثلا من 3 ل4 جلسات. الفراكشنال من الحاجات الممتازه وبتدي نتائج هائله. في كمان حاجه لطيفه جدا هو جهاز الفيفاتشي. الجهاز ده ميزته ان هو زي ما بيدينا افكت حلو قوي، مشكلته في الداون تايم. يعني الفراكشنال ليزر مشكلته ان لما بنعمل السيشن بنقعد اسبوعين اتنين، يعني اسبوع كامل ما نخرجش من البيت، اسبوعين وشنا احمر، ممنوع تماما نتعرض للشمس، وفي الجو في الوقت اللي احنا فيه ما عندناش رفاهيه الوقت، ما تقدريش تقولي لحد اقعد في البيت اسبوعين خلاص. فبنستخدم جهاز تاني زي اللي احنا شايفينه في الفيديو. الجهاز ده اسمه مايكرو نيدل راديو فريكونسي. الفكره ان هنا الجهاز فيه احنا كذا حاجه في جهاز واحد. قصه المايكرو نيدلينج نفسها او الابر الدقيقه اللي طالعه من الجهاز دي بتعمل تحفيز ميكانيكي. الار اف الضوء اللي احنا شايفينه الاحمر ده اللي هو الراديو فريكونسي او الار اف، هنا بيطلع دي الطاقه بقى اللي بتشتغل على الخلايا اللي بتنتج الكولاجين وبتحفز انتاج الكولاجين في المكان ده. هنا كمان احنا ممكن نضيف خلال الجلسه حاجات كتير قوي للوش ممكن نختارها بتحسن، ممكن نضيف البلازما، ممكن نختار مواد، ممكن نضيف كولاجين، هايلورونيك اسيد، مواد من مواد الميزوثيرابي، كل دي تدينا نتائج ممتازه في علاجه. حاجه كمان في الجهاز ده ممكن اقدر بدل ما استخدم الراديو فريكونسي اللي هو الضوء الاحمر ده، بيبقى في عندنا ضوء تاني بلو او ازرق بقدر استخدمه لعلاج حب الشباب. يعني لو في حد عنده دي طفره يعني علاج فعلا يا دكتور بيتعالج علاج حب الشباب. فطبعا احنا يعني حد يقول ايه ده وازاي وهستخدمه ازاي، بيجيب نتائج ممتازه في حب شباب اللي هو لسه حي. دي بعد جلسات الفيفاتشي بعد الجلسات دي، فبرضه بنشوف نتائج مقاربه لنتائج الفراكشن. طب دكتور فيفاتشي ولا فراكشن؟ يعني انا جاي لك بحبوب، بتختاري لي ايه؟ شوفي لو حد يقدر يقعد في البيت ويلتزم بالانستراكشنز اللي نقولها له بعد الفراكشنال، الفراكشنال من الحاجات الممتازه جدا. لكن ده الحقيقه مش كتير بنقدر نلاقي، محدش عنده وقت، محدش عنده وقت فعلا، ومحدش عنده ما يقدرش يستحمل الداون تايم. في حاجه كمان، لو احنا في الشتاء نقدر نعمل فراكشنال واحنا مطمنين عن الصيف، لكن لو احنا في الصيف لا، الحقيقه يعني لا ما بنعملش فراكشنال في الصيف. طب سؤال، لان الفيفاتشي ده اختراع، لو بيعالج حب شباب ده بيبقى على كذا جلسه يا دكتور عشان اعالج حب الشباب وبعديها يقوم معالج لي الاثار على كذا جلسه؟ ايوه على كذا جلسه، هو وبعديها بنعالج الاثار. طب وده هو بطلع من العياده ولا اكني عملت حاجه؟ لا، في شويه احمرار وطوارئ يعني خفيف بسيط على تاني يوم بنبقى تمام، بنقدر نخرج تاني يوم بنستخدم سان سكرين بس وبنخرج، ما عندناش البريكوشنز وما عندناش الحاجات اللي بنقولها الفراكشن. طيب عندي ام بتسال لبنتها، بنتها عندها 18 سنه وبتقول لي شعرها كثيف جدا، اوكي، فهي عايزه تسمع اكتر او تفهم اكتر على طرق ازاله الشعر بالليزر. شعرها كثيف تقصد في الجسم يعني؟ في الجسم صح. دلوقتي طبعا في الليزر هو ضوء بيتم استخدامه في طول موجي محدد علشان نعالج بيه حاجات كتير قوي. لو هنتكلم عن الهير او الشعر، ازاله الشعر، فالمفروض ان احنا بنشتغل على جدر الشعرايه بالليزر. في ناس تيجي تقول ايه؟ هيقفل لي المسام، هيبوظ لي جلدي، هيبقى هتحرق. هو ميزه الليزر ان هو ما بيقراش غير جدر الشعرايه. اوكي، انا بحطه علشان يقرا جدر الشعرايه، فبيموت جدر الشعرايه وخلاص وبتنتهي القصه. بس طبعا مش بتنتهي من وان سيشن، لان في كتير من الناس بيتخيلوا ان احنا هنعمل جلسه واحده وخلاص. لا، الحقيقه مش دي الحقيقه، احنا بنعمل من 6 ل8 جلسات،
وده نتيجة ان الشعرية نفسها في مراحل نمو مختلفة. فكل مرة بنموت حوالي 30% من الشعر الموجود في مرحلة النمو. طب دكتور 18 سنة، هي الام دي اكيد خايفة، بتقولي السن، بتخافوا من السن. 18 سنة عادي مفيش اي مشكلة، وقبل كده كمان يعني قبل كده سيف امن. قبل كده كام جلسة تقريبا متواصلة؟ من 6 لـ 8 جلسات بين كل جلسة وتانية، من شهر لشهر ونص. بعد 3 أو 4 جلسات المدة بتزيد شوية. طب وبنسبة كام بيروح؟ بنسبة 90% بتقضي على الشعر تماما، وحتى الشعر اللي بيكون ستال موجود بيبقى رفيع قوي. طبيعته بتبقى طبعاً مختلفة تماما عن الشعرية الكبيرة الكورس دي. عموما دكتور للأسف وقتنا خلص، هنعمل حلقات من دي كتير ونجاوب، يعني الناس بتحب جدا الفقرات دي. بجد بشكرك يا دكتور، أكيد فتي ناس كتيرة جدا. ميرسي. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.